للإهمال ضريبة لا يدفعها سوى المرضى من آلامهم وأوجاعهم. في مستشفى الرازي العام اعتاد المرضى على الخروج كل يوم إلى باحة المشفى هربا من أجواء الغرف الحارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى. نتمنى محاسبة إدارة الكهرباء في جعار المستشفى. المفروض لا يجب ألا تطفى عن الكهرباء نهائيا. ثلاث حالات وفاة خلال 5 أيام فقط بسبب انطفاء التيار، على الرغم من وجود مولدات للطاقة وكميات كبيرة من مادة الديزل في رصيد المستشفى لضمان استمرارية التيار وعدم انطفائه عن المرضى الذين أقعدهم المرض ولا تسمح لهم إمكانياتهم البسيطة بالرغود في المستشفيات الخاصة. التسيب والإهمال والفساد الإداري ينذر بكارثة حقيقية تزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة. الخدمات الضرورية التي يعد وجودها حقا ضروريا من حقوق المرضى تغيب كليا في هذا المستشفى. الإهمال واضح جدا بحسب أحاديث المرضى والممرضين. المستشفى الذي يعاني من تردي الأوضاع الخدمية، لا تقول أطباء بالنادر تحصلهم، يعني عادوا إلا من رحم ربي الأطباء بالكثر منهم. أنا أقول لك أنا مرضى، ولكن النسبة الموجودة هي تساوي 5%. صيدلية الطوارئ هي الأخرى تشكو من الإهمال المتعمد وتخلو من الأدوية الضرورية بحسب حديث المسؤول عنها. بالرغم من وجود كميات كبيرة من الأدوية تبرعت بها الجمعيات الخيرية، ولكنها لا زالت في المستودعات ولم يصدر قرار خروجها إلى الصيدلية، مما يجعل المريض مضطرا لشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة بأسعار كبيرة. أدوية تدخل المستودعات ولا نعلم أين تذهب، لا يحصل منها المريض أي شيء. أدوية تدخل إلى قسم الولادة ولا نعلم أين تذهب. وحدهم هؤلاء من يدفع ضريبة الإهمال من أوجاعهم في مستشفى المحافظة الوحيد الذي يعد واحدا من أكبر المستشفيات وأقدمها في الجمهورية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.